سادس اللقاية في هذا الصباح في ميدان المرموم. تاسع أشواط صباح هذا اليوم تعلن انطلاقته قبل قليل ليحمل كذلك لبكار اللقاية المحليات الأصايل في تاسع الأشواط وطيلة الخمسة كيلومترات هذا التنافس والتحدي الجميل. جواهر تتقدم المشاركات، خليفة بن محمد بن قحيد المهيري تسيطر على مقدمة الشوط، لها في المركز الثاني هملولة تأتي في المركز الثاني، بطي بن سالم بسلطان السبوسي على الثاني المراكز، بينما المركز الثالث تتدخل من الجانب الآخر هناك الوصول والدخول في هذه اللحظات على ثالث المراكز اللي قيرت اللي انطلقت الواعية علي بالصير بن حمد العويسي انطلقت على المركز الأول، ولكن كذلك تبدل المركز الأول هناك الدخول والتحرك في هذه اللحظات من قبل مياسة. سالم بن مبارك بن سالم الزرعي غيرت إلى مقدمة الشوط في هذا الاندفاع، بينما ناخذ المركز الثالث ثالث المراكز هناك جواهر خليفة بن محمد بن قحيد المهيري، المركز الرابع وصلت فيها ملولة بطي بن سالم بن علي بن سلطان السبوسي، هناك الدخول من قبل وصايف سالم بن حمد بن محمد المزروعي في هذه اللحظات، بينما المركز السادس سادس المراكز تحركت ووصلت سلهودة لعبد الله بن سعيد بن حميد الهاجري في هذه اللحظات، بينما المركز السابع سابع المراكز من الجانب الآخر جبارة مسري بن سالم بالعرطي الحميري، والمركز الثامن هذه نهب سهيل بن سعيد بو حقب الشامسي هناك من انطلق في هذه اللحظات، المركز التاسع تاسع المراكز انتصار سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، والمركز العاشر هذا هو الوصول من قبل بالضبيان لعبد الله بن محمد بن عبد الله بن زعل الفلاسي. هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى في مسار هذا الشوط في مسار شوطنا التاسع، والابكار اللقاية المحليات الأصايل هذا السن سن السرعة الهائلة سن التحديات وسن الرقص، هذا السن القوي في التحدي في الرقص سن اللقاية في هذه التحديات وميدان المرموم تحفه الميادين الميدان الذكي من يحتضن هذه الاسماء وهذه الشعارات. هناك الواعيه تقود المشاركات مع مياسه والواعيه، علي بالصغير بن حمد العويسي تقود المنطلقات وتندفع بالمركز الاول، تنافسها مياسه سالم بن مبارك بن سالم الزرعي يقدم مياسه على المركز الثاني. شوف مشاركات وتحديات اهالي السلطنة الشقانة من السلطنة الحاضرين في ميدان المرموم الممثلين هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. المركز الثالث ثالث المراكز شوف التقدم من قبل وصايف، يا مجمل الوصايف في وصايف سالم بن حمد بن محمد المزروعي، يا السلام وصايف على المركز الثالث، بينما المركز الرابع واصل بو حمد مع جبار مسري بن سالم بالعرطي الحميري على المركز الرابع والمركز الخامس. هناك الوصول من نهب سهيل بن سعيد الشامسي على المركز الخامس في هذه اللحظات، المركز السادس انتصار سعيد بن مطر بن محمد الرميثي على المركز السادس. سابع المراكز وصل اسم جديد، وصلت الهبوب في هذه اللحظات، حمد بن علي بن يابر بن حنزاب المري وصل بن حنزاب في هذه الانطلاقات. يا سلام يا سلام، ولكن شوف الشعارات والأسماء شوف التحديات هناك السيطرة لا زالت مسيطرة الواعية علي بالصغير بن حمد العويسي، خلك واعي العويسي مع الواعية في هذا المسار، ولكن المركز الثاني شوف المنافسة للواعية مياسة سالم بن مبارك بن سالم الزرعي على المركز الثاني على ثاني المراكز في هذا الصراع القوي في هذا التحدي الجميل هناك على المركز الأول، بينما المركز الثاني المركز الثالث مشاهدين العزاء وصلت في هذه اللحظات جبارة مسري بن سالم بالعرطي الحميري كذلك القادمة وحاملها مال أهالي المرموم في السلامات في هذا الصباح، ووصول من الهبوب حمد بن علي بن حنزاب المري واصل بن حنزاب مع هذه الانطلاقات. يا سلام
الدوام ولوحة 1200 ما تبقى من وصول هذا الشوط. والواعية واعية واعية الواعية على المقدمة على المركز الأول. يا سلام الواعية علي بالصغير بن حمد العويسي كذلك مقدم براشد الواعية مقدم الواعية بدون أوامر حتى هذه اللحظات. ولكن هناك التنافس كذلك من مياسة سالم بن مبارك بن سالم الزرعي كذلك الزرعي مقدم مياسة ما صدرت الأوامر حتى هذه اللحظات حتى ولو أعلن 1200. ولكن أشوف هناك القدوم من سلهودة عبد الله بن سعيد بن حميد الهاجري هناك يقدم سلهودة يقدم سلهودة والرميثي قادم مع انتصار ولحظات الانتصار لحظات الانتصار. وشوف القدوم شوف القدوم كذلك هناك يا سلام ربشة ربشة علي بن سالم بن علي بن سليم الاكتبي هناك مقدم ربشة. شوف الأمتار الأخيرة خلاص الواعية 600 متر الأخيرة روح روح يا من تبات روح 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 علي بالصغير بن حمد العويسي مقدم الواعية الواعية وأهالي السلطنة وأهالي جعلان هناك وأهالي جزيرة مصيرة كذلك متابعين متابعين في هذه الانطلاقات للسلامات. روح يا أبو راشد روح الأمتار الأخيرة قادم انتصار الرميثي انتصار الرميثي سعيد بن مطر بن محمد الرميثي الواعية 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 واعية الواعية أداها الجميل أسمن على مسمى والله أنها واعية ومتحذرة من الجميع. أشكرك أشكرك علي بالصغير بن حمد العويسي يا سلام وهذا الاسم كذلك اسم الواعية يا ما صال وجال يا ما قدم من الإنجازات. وهذه الواعية هذه الواعية ما شاء الله أداها جميل وانطلاقتها رائعة. تهانينا قادة الشوط من البداية تهانينا علي بالصغير بن حمد العويسي على هذا الفوز. بينما المركز الثاني انتصار سعيد بن مطر بن محمد الرميثي والمركز الثالث ربشة لعلي بن سالم بن علي الكتبي والمركز الرابع وصلت فيه مياس لسالم بن مبارك بن سالم الزرعي والمركز الخامس وصول من شواهين سالم بن سعيد بن سليم الدرعي. هكذا كان هذا الشوط وكانت أثارته وتحدياته. يا السلام الواعية من قدمت الأداء الجميل والرائع في هذا الصباح وقدمت الرقص الجميل هذه الواعية وتوقيتها الزمني. تهانينا وسلاماتنا لأهالي سلطنة عمان وأهالي جعلان هناك في هذه الانطلاقات. ولا ننسى أهالي جزيرة مصيرة في هذا الانطلاق. تهانينا لعلي بصير بن حمد العويسي 7:45 وتسع أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس. بينما المركز الثاني بنشوف وصول المركز الثاني كذلك التوقيت الزمني. انتصار سعيد بن مطر بن محمد الرميثي 7:47 وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. بينما المركز الثالث وصلت فيه اللي هي ربشة لعلي بن سالم بن علي بن سليم الاكتبي بنشوف توقيتها الزمني. قطعت المسافة فترة زمنية مقدارها 7:47 وتسع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين بالمراكز الأولى. تتواصل أشواطنا في هذا الصباح.